أسلم ومرحبا بكم. اليوم نحكيو على الفول هيد تيرن ستايل. فول هيد تيرن ستايل طوله 2220 مليمتر وعرضه 1400 مليمتر. استعملت الزد كافي صنعه ل SUS 304 AC إنوكسيدابل، وزادة استعملت لكتور دومبرانت FR 1200. كل هيئة متاعنا فيه LED انديكاتور دو باساج. فول هاي تمتعنا زادا يخدم دون لو دو سونس انتري اي سورتي. استعملت الزد كا في الفول هاي تمتعنا السيمي اوتوماتيك ميكانيزم. نجم يتعدى من الفول هيت متاعنا 20 شخص في الدقيقة بالواحد بالواحد. أنا يخدم كالك سوا ب 120 فولت وإلا ب 220 فولت. ينجم يعمل لنا باساج في لي دو سونس انتري سورتي. ينجم يعدي لنا 20 شخص في الدقيقة. يخدم في تمبيراتور ما بين ال 28 و 60 دغري، وفيه لي بي 54. كان معكم أمين من تونيزيان يونايتد سولوشن. ما تنسوناش باللايك والسبسكرايب. إذا كان عندكم دي كيستيون خليهم لنا في كومنتير. مرسي وسلامة.